انت بتقول ايه يا جحش؟ على العموم لو انت عايز تتجوزها انا مستعد اتجوزها لك، وانت هتفرق ايه يعني عن الحاج شعبان؟ اما حي انك راجل دون، انا اللي غلطان اني جيت عشان اتكلم مع واحد زيك. قليل الاصل هيفضل طول عمره قليل الاصل. هو الجحش اما بيكبر بيبقى ايه؟ حمار. حمار بالسلامه يا حاج، سعيكم مشكور. لو اعرف انتقم منك وفي الشغل يا صالح. لا حول ولا قوه الا بالله. كفايه عياط يا بنتي، قولي لي ايه اللي حصل. امبارح ابويا ندهلي وقال لي انت مش هتروحي المدرسه بعد كده. من الباب للطاق كده؟ انا قلت له ايه اللي حصل، ايه اللي انا عملته؟ قال لي خلاص هتتجوزي. وده بقى اللي خلاكي زعلانه ومتضايقه وقاعده تعيطي؟ يا سوريا يا بنتي، الجواز ستره للبنت، وإذا كان على علام خلاص إحنا نكلم العريس ونضغط عليه ونخليه يوافق إنك تكملي علامك وإنت معاه. لا يا عم الحاج، نجيب لي واحد قده في السن. فهمت. طب إهدي إهدي إنت بس، أنا هروح أتكلم معاه. لا مؤاخذة يا حاج، البنت بنتي وأنا حر فيها. يا سيدي اللي هتعمله ده غلط. ليه تغصب على البنت تتجوز واحد مش عايزاه وتعيش بقية عمرها بحسرتها؟ حسرتها؟ ولا ما تقولش انها هتعيش في هنا وسعادة أي بنت تحلم بيها. ده أنا هجوزها المعلم شعبان عبد الصمد اللي الفلوس لما تشوفه تشحتف عليه. شعبان عبد الصمد بتاع صناديقية؟ شوف أنت بقى الهنا والنعيم اللي هي هتكون فيه. هنا ونعيم إيه يا راجل يا مخرف؟ عايز تدفن بنتك مع واحد أكبر منك، يتجوز 4 مرات ومكلف 15؟ وماله يا حاج؟ الراجل ما يعبوش غير جيبه. قول كده بقى، عايز تبيع بنتك بالفلوس؟ وليه ما تقولش ان انا عايز اسعدها واهنيها؟ هي مش محتاجه، امها الله يرحمها سايبالها اللي يكفيها ويسعدها لو اتجوزت شاب من سنها. وماله، زياده الخير خيرين. وبعدين بصراحه بقى انا كمان هستفاد من المهر اللي هيدفعه الحاج شعبان. السوق مقصر معايا وانا محتاج سيوله لمؤاخذه. أنا مستعد أدفع لك اللي هيدفعه المعلم شعبان، وسيب البنت تتجوز الشاب اللي هي عايزاه. قول إنك أنت بقى حاطط عينك عليها. أنا؟ أنت بتقول إيه يا جحش؟ على العموم لو أنت عايز تتجوزها أنا مستعد أتجوزها لك، وأنت هتفرق إيه يعني عن الحاج شعبان؟ أما حي إنك راجل دون، أنا اللي غلطان إني جيت عشان أتكلم مع واحد زيك. قليل الأصل هيفضل طول عمره قليل الأصل. هو الجحش أما بيكبر بيبقى إيه؟ حمار. حمار بالسلامة يا حاج، سعيكم مشكور. لو أعرف انتقم منك وفي الشغل يا صالح. سوريا ازيك يا عبد الرحمن؟ انت ما كنتيش عايزة تيجي ليه؟ مش هقدر اقعد معاك كتير. انت عملتي ايه؟ كتبوا كتابي من 3 ايام. يعني خلاص اتجوزتي؟ انا قلت لك مفيش فايده، يا ريتنا كنا عرفنا بعض من زمان. اول ما شفتك دخلتي قلبي، وانا من اول ما قابلتك حبيتك، وعمري ما احب حد غيرك. وايه الفايده؟ مين عارف، مش يمكن الايام اللي فرقتنا تجمعنا تاني. هفضل مستنيكي طول عمري. خايفه لا تتجوز تنساني. مش ممكن، انا هفضل احبك على طول وحبك هيفضل جوايا. لازم امشي دلوقتي. مش هتشربي الليمون؟ مش هقدر، اشوف وشك بخير. مع السلامة.
عروسة يا عبودة، إنما إيه زي القمر. وأني من يمتي هخليك تشوفها الأول. يما مفيش فايدة، أنا مش عايز أتجوز. يعني إيه مش عايز تتجوز؟ البنت اللي أنت متشحتف عليها دي اتجوزت من زمان وتلاقيها نسيتك. حتى لو نسيتها أنا مش هقدر أنساها أبدا. يا دنا يا حرام عليك، ده أبوك كل يوم يسألني شفت له عروسة يا هنية، شفت له عروسة، عايز يفرح بولادك قبل ما يموت. ياما حرام عليكي بقى، ريحي نفسك، أبوس إيدك. أنا مش عايز أتجوز. تبوس إيدي؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ مالك؟ هو اللي خلق سرية ما خلقش غيرها؟ شوفوا يا نرجس. لا ده انت اتجننتي بقى، افرضي ان جوزك دري ولا حد من ولاده شافك، ساعتها هتقولي ايه بقى؟ حقا ده انا حاسه ان عيونهم متابعاني في كل مكان، زي ما يكونوا مستنين لي غلطه. شفتي بقى، يبقى خلينا في حالنا احسن، وخلي ابوكي ساكت عننا، احنا مش ناقصين. بس الحمد لله يا نرجس، انت الوحيده اللي قدرتي تاخدي ابويا على قد عقله. أديني مستحملة العيشة معاه، ولا على رأي المثل يا سرية، ضل راجل ولا ضل حيطة. بعدين انت عارفة هروح فين يعني، أنا ليا حد، وكفاية عليا قوي اللي عمله فيا اللي كنت متجوزة قبلي. طب أطلب منك حاجة يا جوزتي. عينيا يا سرية يا أختي قولي. عاوز عبد الرحمن يعرف إن برغم السنين اللي فاتت أنا فاكراه ومنسيتوش. طب وانت هتستفيدي ايه من ده كله يعني؟ ده كان عهد بيني وبينه. ايوه يا سرية، بس انت ايه اللي ضمنك ان عبد الرحمن يبقى فاكرك لحد دلوقتي؟ كان على الاقل اتجوز، ده فات مده طويله وهو لسه زي ما هو. ياه، هو انتوا ايه؟ ما بتتعبوش من الحب؟ بنتعب، بس تعبه حلو قوي يا نرجس. ان شاء الله انا هبقى اسافر السودان واجيب كل الطلبات اللي احنا محتاجينها للمحل. وانت قبل ما تسافر هعمل تليفون لابن الحاج علي مهدي يستناك في المطار. ان شاء الله. شوف في زبونه عايزاك. انت هلا بتاخد الوصفه اللي عملتها لك عشان تخس؟ ايوه يا حاج والله، كل يوم صح باخدها. امال بتتخن ليه؟ مش عارف. اهلا وسهلا. اموري ثانيه واحده، عادي ما تخافش. انا جايه من عند الحبايب. طلباتك؟ لا انا ماليش طلباتها، هما مش جايين لك السلام. مين؟ سرية. سرية حضرتك مين؟ انا نرجس، انا مرات ابوها، بس احنا الاثنين اكتر من الاخوات واكتر كمان. وهي عامله ايه دلوقتي؟ هي غلبانه، عايشه في عذاب. ليه؟ ما انتش عارف ليه يا عبد الرحمن، اصلها لسه بتحبك. وبعتني بصراحة عشان أقول لك. طيب السلام عليكم. يا زبونة دي طولت معاك ليه؟ لا أبداً، دي كانت عايزة وصفة لجوزها. هما رجالة اليومين دلوقتي كده بيتكسفوا وبيبعتوا نسوانهم.